السلام عليكم متابعينا الأعزاء، سنقدم لكم اليوم موعد عيد الأضحى لعام 2024 في كل الدول العربية، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. حددت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى لعام 2024 في كل الدول العربية، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى لعام 2024 أن يكون يوم الأحد 17 يونيو عام 2024، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو عام 2024، ويتم تحديد موعد عيد الأضحى لعام 2024 على رؤية الهلال، وبالتالي فإن الموعد النهائي قد يختلف عن هذا التوقع، ويتم تحديد الموعد يوم 29 ذو القعدة بعد استطلاع مولد هلال شهر ذو الحجة الذي يكون عيد الأضحى عام 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.